اتمنى طبعا ان تكون ملات وجبت صبات بإذن الله. علي اليزيدي صاحب الصوت العذب، وحشنا، ولك التعليق يا صديقي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، نحييكم أجمل تحية من صالة نادي التحيل في مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد، ولقاء ودي بين منتخبنا القطري والمنتخب المصري في مباراة تجريبية أولى في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الآسيوية 20 لمنتخبات الرجال التي ستقام في السعودية خلال يناير القادم، والمؤهلة لبطولة العالم والتي ستقام بإذن الله في بولندا السويد 2023. كرة أولى كانت رايحة على المنتخب المصري، وهنا أيضا تصويبة كانت من فرانكيز، ريعة تعود للمنتخب المصري، مصر رابع الأولمبيات وسابع العالم والقادم لهذه المباراة التجريبية بكامل نجوم المحترفين. محاولة وتصدي من كريم هنداوي الكرة الماضية، إذا تصدي ثاني لكريم هنداوي حارس مرمى المنتخب المصري، ومحاولات ما زالت في الملعب لإحراز الهدف الأول حتى الآن للمنتخب المصري. تشكيلة المنتخب المصري نشاهد أحمد الأحمر قائد المنتخب المصري وقائد نادي الزمالك، عمر الوكيل بكار، عبد الرحمن فيصل، كريم هنداوي، عبد الرحمن حميد، يحيى الدرع، سيف الدرع، محسن رمضان، وعمر خالد كاستيلو. محاولة وهدف أول يأتي لمصلحة المنتخب المصري عن طريق أحمد الأحمر، خداع جميل كان واختراق كالعادة من قائد المنتخب المصري أحمد الأحمر صاحب 37 عام. محاولة لمنتخبنا ولكن مقطوعة من المنتخب المصري. كرت تشكيلة المنتخب المصري: أحمد عادل، إبراهيم المصري، علي زين، أحمد خيري، يحيى خالد، وممدوح هاشم يدرب الفريق المدرب الأسباني روبرتو كاسيا. بينما تشكيلة منتخبنا راح نذكرها في حالة هجوم منتخبنا بإذن الله. يدير هذا اللقاء طاقم دولي قطري مكون من السيد خالد الهيل والحكم القاري خالد الشيب، نقاطي زكريا بومضيل، ومسجل حسين المهيسع. هدف ثاني جميل للمنتخب المصري، وهذه المرة عن طريق نجمه ونجم نادي برشلونة علي زين، نجم نادي برشلونة ونجم المنتخب المصري علي زين صاحب التصويبات الجميلة القوية من هذا اللاعب علي زين، عقد احترافي مميز بعد أن خاض التجربة احترافية في الكثير من الدول الخليجية بالتحديد نادي الشارقة وأيضا النادي العربي القطري. تمريرة ممتازة وهدف أول يأتي لمصلحة منتخبنا عن طريق يوسف بن علي نجم النادي العربي اللي خاض فترة احتراف قصيرة مع نادي برشلونة، ومن المحتمل أن يستمر هذا الاحتراف حتى نهاية هذا الموسم. يوسف بن علي إذا يسجل أول أهداف منتخبنا، خطأ وإنذار على يوسف بن علي. هذا يوسف بن علي واضح على الشاشة، تعود الكرة لمصلحة المنتخب المصري. 2-1 إلى الآن تقدم للمنتخب المصري في 5 دقائق لعب حتى الآن. علي زين، أحمد الأحمر، أصويبة ورشيد يوسف، وإيقاف دقيقتين على من؟ على أحمد نادر. أحمد نادر لاعب نادي التحيل، لاعب رقم 14، نعم
تدخل ودفاع على مستوى العنق كان ضد اللاعب احمد الاحمر، بالتالي يخرج الايقاف لمده دقيقتين. محاولات علي زين والتمرير، برافو رشيد يوسف، تصدي ممتاز ورائع من رشيد يوسف عرس مرمى نادي السد ومنتخبنا القطري في هذه التصدي الجميل اللي كان من محمد ممدوح هاشم. اذا فرصة هدف ثالث تضيع على المنتخب المصري. مشكلة منتخبنا شاهد فرانكيز واحمد مددي ويوسف بن علي ورافاييل. يا سلام عليك، لعيب 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 احمد مددي، يسجل هدف التعادل بتكتيك جميل يجريه منتخبنا بجمله تكتيكيه رائعه كانت عن طريق احمد مددي، انهاها بالهدف الثاني لمنتخبنا. اثنين اثنين، محاولات لمنتخب مصر والكره عند سيف الدرع. محاولات سيف، التمرير لعلي زين والبحث عن هدف ثالث ورشيد يوسف. يا سلام عليك رشيد يوسف، تصدي ممتاز ورائع رغم الزاويه الكبيره التي اتيحت لهذا اللاعب اللي هو كاستيلو عمر خالد نجم النادي الاهلي المصري. إذن عمر خالد تضيع عليه فرصة هدف ثالث للمنتخب المصري، وما زال النقص العددي في صفوف منتخبنا القطري. محاولات زك يوسف، أحمد مددي، كرة جميلة لو دخل فيها كان في ثغرة بالمنتخب المصري. محاولات يحاول منتخب عن طريق زك، التصويبة الجميلة ممتازة ممتازة ممتازة، برافو برافو، هدف جميل مسجل عن طريق زيكو محمود زكي نجم نادي الغراف القطري. وإنذار من الحكم القاري خالد الشيب على اللاعب يوسف بن علي أو رافاييل، إنذار على رافاييل كابوتيه. إذا تقدم لمنتخبنا عن طريق محمود زكي. محاولات المنتخب المصري مقطوعة من دفاعات منتخبنا السريعة، تعود لمنتخبنا عن طريق فرانكيز. يحاول زكي محمود يحاول يمررها، هي خطأ وصافرة وإيقاف للوقت. يبدو بأن هناك عقوبة، راح نشاهد اصطدام كان غير مقصود طبعا من محمود زكي واللاعب محمد ممدوح هاشم. شوف تدخل كان من محمد ممدوح هاشم على محمود زكي اللقطة الماضية. هل هناك عقوبة؟ راح نشاهد. خروج إذن لمحمود زكي بعد دخول أخصائي العلاج لثلاث هجمات، راح يخرج لثلاث هجمات وهي من التعديلات الجديدة في قانون كرة اليد. في حالة دخول أخصائي العلاج وبدون عقوبة يخرج اللاعب المصاب لثلاث هجمات متتالية منتخبنا القطري. نزول لكمال الدين ملاش نجم نادي الريان ومنتخبنا العناب، وراء عند فرانكيز. يا سلام تصويبه، وكاتونجا كاتونجا في المكان المناسب. فرانكيز مارسو نجم نادي الكويت الكويتي، رحلة احتراف مميزة حتى الآن مع نادي الكويت الكويتي لفرانكيز نجم منتخبنا القطري. عود الكرة لمصلحة المنتخب المصري. إذا ونزول أحمد نادر بعد استنفاذ عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين. محاولة لأحمد الأحمر، علي زين الدرع، يا سلام دوران خداع جميل بطريقة الدوران يخادع فيها يوسف بن علي. نشاهد مهارة جميلة كانت من سيف الدرع
نجم نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر. 22 عام لهذا اللاعب، متر و87 سيف الدرع. رمي 7 امتار اولى لمنتخب مصر، والمتخصص كالعاده النجم الاوحد احمد الاحمر. 9 مشاركات بطولات العالم و4 اولمبيات للنجم احمد الاحمر. يسجل اول اهداف المنتخب المصري عن طريق رميه 7 امتار ناجحه لمنتخب مصر. هدف التعادل 10 دقائق من رابع الاولمبيات و7 العالم مع منتخب قطر 8 العالم. وهنا كابوتشي يضع اسمه في سجل قائمة الهدافين، وهدف أول رائع كان من كابوتي من خارج المنطقة لرافاييل كابوتي. هذا فاليريو مدرب منتخبنا القطري. إنجازات عديدة وكبيرة لهذا المدرب، أحرز مع منتخبنا على 4 ألقاب آسيوية على التوالي، و9 مشاركات لمنتخبنا العنابي في بطولات العالم. انتظار المشاركة 10 بإذن الله إحالة تأهلنا في بطولة آسيا القادمة، والتي من خلالها يستعد منتخبنا في هذه اللقاءات التجريبية مع الكثير من المنتخبات. منتخبنا لعب في بطولة قطر الودية أمام إيران والكويت والسعودية. هدف رابع للمنتخب المصري كان عن طريق سيف الدرع. كابوتي، كرة تعود لمنتخبنا جانب من الجماهير المصرية الحاضرة في صالة الدحيل مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد لمؤازرة المنتخب المصري. منتخب المصري الذي شارك أيضا في دورة السعودية الودية بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين والمغرب، وفاز في جميع مبارياته. أيضا عند مشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودية التي ستقام في فرنسا 7 يناير، ويلعب مع الدنمارك وفرنسا. هدف ملغي بداعي النزول لكابوتي. عريزين تعود لكرة المنتخب المصري ورمية 7 امتار، وهناك عقوبة ايقاف لمدة دقيقتين على من؟ على كابوتي. رافا دخل كان من رافاييل كابوتي على محمد ممدوح هاشم. رمي 7 امتار ثانيه للمنتخب المصري عن طريق احمد الاحمر. احمد والتصدي، ولكن تدخل المرمى ويسجل منها منتخب مصر الهدف الخامس وهدف التقدم. ثلاث اهداف لاحمد الاحمر، هدف لسيف الدرع وهدف لعلي زين. بينما منتخبنا سجل 4 اهداف عن طريق محمود زكي ويوسف بن علي واحمد مددي ورافاييل كابوتي. محاوله لمنتخبنا عند زكار، تعود احمد مددي يحاول زكار، تصويبه قويه ولكن في القائم. في القائم ترتد سريعه تعود للمنتخب المصري. هجوم مرتد سريع في الجهه اليسرى، علي زين بالمنتصف الى الجهه اليمنى احمد الاحمر، والدخول الخاطئ. خطا مهاجم على احمد الاحمر. نعم قرار صحيح من حكم اللقاء. شاهد الصدر المفتوح للدفاع المثالي لأحمد مددي يجبر أحمد الأحمر بهذا الدخول الخاطئ على أحمد الأحمر. إذن تعود الكرة لمصلحة منتخب، نقص عددي وخروج الحارس ونزول لاعب بدلا من حارس. إذن مرمى خالي. أحمد فرانكيز، يو 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 يا فرانكيز، يسجل أول أهداف فرانكيز. ممتازة ممتازة ممتازة، سريعة الكرة من المنتخب المصري عن طريق كاستيلو.
يسجل أول أهدافه عمر خالد نجم الأهلي المصري الملقب بكاستيلو. هنا هدف فرانكيز وضعها في زاوية صعبة على كاتونغا حارس مرمى منتخب مصر. نجم منتخب مصر الأخطبوط كريم هنداوي صاحب 33 عام، 6 بطولات عالم لكاتونغا حارس مرمى المنتخب المصري. إبراهيم المصري والإنذار على إبراهيم المصري بهذا الشد الواضح في الإعادة على محمود زكي. تستنف الكرة فرانكيز حاول، إنذار ثاني أيضا على محمد ممدوح هاشم. إذا إنذارين لكل فريق أو لكل منتخب، إنذارين على منتخبنا العنابي وإنذارين على منتخب الفراعنة المصري. محاولة يوسف بن علي لكن تطول على يوسف بن علي، تعود سريعا للمنتخب المصري. الدرع تمريرة كاستيلو يهدي المنتخب المصري. أحمد الأحمر علي زين يبدأ ينظم هجمة المنتخب المصري. ذكرت بأن هذا اللقاء ضمن المباريات التجريبية لاستعدادات كلا المنتخبين، سواء منتخبنا القطري لتصفيات كأس العالم والتي ستقام في المملكة العربية السعودية في الشهر القادم، وأيضا المنتخب المصري واستعداده لبطولة أمم أفريقيا التي تم تأجيلها بعد قرار التأجيل، وكان مقرر إقامتها في المغرب في 13 يناير. هدف سجل عن طريق علي زين، الهدف الأخير للمنتخب المصري وهو الهدف الثاني لعلي زين نجم نادي برشلونة الأسباني. محاولات كرة لعلاء بن راشد، سهلة يا علاء، تصدي من كاتونغا سريعة تعود للمنتخب المصري. خداع جميل، يو يو يو، ممتازة 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 من سيف الدرع. شوف كرة علاء بن راشد، راح يضطر رافاييل من طلب وقت مستقطع. خداع جميل كان من سيف الدرع نجم نادي الزمالك المصري اللي يسجل ثاني أهدافه الشخصية، وبالتالي يضطر المدرب فاليريو ريفيرا من طلب وقت مستقطع أول في اللقاء في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول. راح نستمع لتوجيهات المدربين. ينتهي الوقت المستقطع الأول في المباراة لمصلحة منتخبنا القطري، الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ما زال تقدم المنتخب المصري 8-5. كرة ومحاولات كمال الدين ملاش، يحاول تمريرة ذكية فرانكيز، كاتونغا كاتونغا يا كاتونغا، كريم هنداوي الأخطبوط يتصدى لكرة جميلة كانت، تمريرة ممتازة لمحمد ممدوح هاشم يسجل منها هاشم. محمد ممدوح هاشم نجم دينامو بوخارست الروماني يسجل هدف جميل بما يلان، يضعها من تحت الحارس رشيد يوسف ويسجل الهدف التاسع. إذا كرات سهلة تضيع على منتخبنا، بالتالي راح يكون التغيير كل تأكيد للمدرب فاليريو، نزول لزكار بدلا من
فرانكيز، محاولة ملاش، دفاع قوي من المنتخب المصري، أقوى الدفاعات على المستوى الشخصي هو إبراهيم المصري. محاولة ورمية 7 أمتار، دفاع من داخل المنطقة من محمد ممدوح هاشم، داخل كان على رافائيل كابوتي. نعم، يد مصوبة واضحة كانت من رافائيل كابوتي، والتدخل كان من محمد ممدوح هاشم. ألدر نجم نادي الريان، ألدر المتخصص في رميات 7 أمتار، محاولة أولى وهدف أول لألدر، لاعب منتخبنا القطري ونادي الريان. إذن يسجل ألدر هدف أول لمنتخبنا عن طريق رميات 7 أمتار، بينما منتخب مصر سجل مرتين عن طريق أحمد الأحمر. كرة تعود لمنتخب مصر، هناك تغيير على مستوى الهجوم من المنتخب المصري، محاولات أحمد الأحمر، نزول للاعب أحمد خيري اللي عند الكرة الآن. أحمد خيري نجم دينامو بوخارست الروماني، أيضا هذا اللاعب محترف، هناك 4 لاعبين محترفين وغياب أبرز نجوم منتخب مصر حسن قداح، وأيضا هناك النجم محمد سند أيضا من اللاعبين المميزين الذين كانوا مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو السابقة، عندما حصل المنتخب المصري على رابع الأولمبياد بعد خسارته في برونزية أولمبياد طوكيو من المنتخب الأسباني بنتيجة 33-31. قدم من خلالها المنتخب المصري مباريات جميلة حقيقة، استمتعنا من مشاهدتها عبر قنواتكم قنوات الكاس. يوسف بن علي سكر، كرة تعود لمنتخب كابوتي، حلوة من كابوتي، رافائيل كابوتي يسجل هدف ثاني شخصي وهدف السابع لمنتخبنا. سيف او يحيى الدرع، بكار، كرة اولى لبكار، عمر الوكيل نجم نادي الزمالك، عمر الوكيل اذا او بكار كما يلقب، تضيع كرة سهلة على بكار من الجناح الأيسر لمنتخب مصر، فرصة لتقليص الفارق وتسجيل الهدف الثامن. زكار محمد أو أمين زكار، جمال لكابوتي، يحاول أمين زكار، أصويبة ورمية 7 أمتار، انذار ثالث واخير، انذار ثالث واخير. هنا كره ولقطه كانت لامين زكار، محاولة تصويب بيد حره كانت من امين زكار، امين 7 امتار ثانيه. ألدر ايضا يسجل، ألدر برافو، ألدر هدفين على التوالي لألدر لاعب نادي الريان، والهدف الثاني الشخصي لألدر. ندخل في الدقيقة 20 أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، وما زال المنتخب المصري متقدم على منتخبنا القطري بنتيجة 9-8 في المباراة التجريبية الأولى التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة سواء منتخبنا في البطولة الآسيوية 20 للمنتخبات التي ستقام في الدمام، أو المنتخب المصري واستعداداته لأمم أفريقيا التي ستقام في المغرب بعد تأجيلها إلى شعار آخر. في إيقاف لمدة دقيقتين على أحد لاعبي منتخبنا اللي هو وجدي سنان، إذن كثرت الإيقافات على لاعبي منتخبنا في هذا الشوط الأول من التدخل. نعم القوي على أحمد الأحمر، أحمد لديه خداع مميز، أحمد الأحمر بالميلان
ويمتاز احمد الاحمر بهذا الخداع. كره ومحاوله مصريه لكاستيلو. يا سلام يا رشيد، رشيد يوسف. عنوان الشوط الاول حتى الان بالنسبه لتشكيله منتخبنا القطري، رشيد يوسف. صديات عديده لرشيد يوسف، جميله اللقطه الماضيه. شوف الفرصه والهدف الضائع على لاعب المنتخب المصري، في خطأ وصافرة كانت من خالد الشيب. أربع ثواني احتسبها على لاعب منتخبنا كابوتي، تالي خطأ شخصي يكلف منتخبنا هدف سهل يسجل المنتخب المصري وهو الهدف العاشر. محاولات كرة منتخبنا القطري. إذن هنا كمال الدين ملاش، خداع جميل، تدخل من داخل المنطقة للاعب عمر خالد. كاستيلو رمية 7 امتار ثالثة لمنتخبنا، والمتخصص كالعادة ألجير اللي واضح على الشاشة. تغيير في حراسة المرمى، نزول لعبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، حارس صغير السن من مواليد 2000. هذا الحارس يأتي به مدرب المنتخب المصري روبرتو غارسيا لهذه المباراة الودية التجريبية بعد غياب الحارس الطيار. أيضا الحارس الآخر اللي هو عبد الرحمن حميد. إذا تصدي أيضا من رشيد يوسف، كرة وتقليص الفارق لمنتخبنا عن طريق ألتر. ندخل في دقيقة 23، محاولة مصرية عند أحمد خيري. أحمد خيري اللي عند الكرة الآن، الأحمر دفاع 3-2-1 لمنتخبنا. محاولات خيري، رمية وصافرة. خاف للوقت، كان ممكن أن تحتسبها يا خالد الشيب. دخول خاطئ على اللاعب أحمد خيري، صدر مفتوح ودفاع بدون أي احتكاك كان من يوسف بن علي. لقطة مثالية كانت ليوسف بن علي. محاولات هنا دخول الخاطئ. نعم تأتي الخبرة بصافرة الدولي خالد الهيل. إذن في هذا الدخول الخاطئ على النجم أحمد خيري، نجم نادي دينامو بوخارست الروماني. كمال ملاش، نزول لفرانكيز. ملاش يحاول تمريرة لكن في خطأ. نعم تدخل دفاع أعطى إتاحة الفرصة لكن كان هناك خطأ على كمال ملاش. يوسف بن علي يلعب، فرانكيز يحاول تصويبة، يلسعلة كرة قوية جميلة على يمين الحارس كريم هنداوي من فرانكيز. أحمد الأحمر الدرع، يحاول لأحمد الأحمر يبحث هدف التقدم للمنتخب المصري بعد أن تقدم لفارق 3 أهداف. استطاع منتخبنا أن يتعادل في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول. محاولات خيري، الدرع، أحمد الأحمر راح يصوب. أحمد الأحمر كرة قوية جميلة يسجل منها بخبرة السنين. شوف وضعها في منتصف مرمى رشيد يوسف ويسجل رابع أهداف الشخصية. أحمد الأحمر نجم نادي الزمالك حاصل على جوائز عديدة على المستوى الشخصي،
وحامل علم مصر خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016 أحمد الأحلي. كرة جميلة لفرانكيز، بدأ يصوب فرانكيز، وحذاري من تصويبات فرانكيز. شوف التقاطع الجميل اللي كان من كمال الدين ملاش، وهدف التعادل لمنتخبنا عن طريق فرانكيز. تعود الكرة، نزول ليحيى الدرع هجم نادي الزمالك الذي وقع مع فيسبرن المجري الموسم القادم. الدرع يحاول لكن مقطوع من دفاعات منتخبنا. برافو، بدأ يتحسن دفاع منتخبنا في العشر الدقائق الأخيرة من هذا الشوط الأول. بداية متعثرة كانت لمنتخبنا. حاول لي أمين زكار، دفاع 5-1 من المنتخب المصري. متغير، يا سلام يا سلام، تمريرة تدرس من كمال الدين ملاش. كرة جميلة كانت من كمال ملاش لياسين سامي لينزل بدلا من يوسف بن علي. فرانكيز، محاولة مقطوعة للمنتخب المصري عند أحمد خيري لأحمد الأحمر. دبل دريبل في صافرة من الدولي خالد الهيل. راح نشوف دبل دريبل، يعتذر الحكم خالد الهيل لمدرب مصري، يقول له انا تاخرت بالصافره لكن هي دبل دريبل. نعم تحدث تحدث من حكام كره اليد احيانا ان يتاخر بالصافره، لكن يجب ان يكون شجاع ويعود للقرار. احمد الاحمر، ياو لو سجلت يا احمد. كره جميله صوبها احمد الاحمر، كرة مبرومة لافة على المرمى لكن خرجت خارج المرمى، وترجع الكرة لمصلعة منتخبنا مرة أخرى. كابوتين، فرانكيز، فرانكيز لياسين، لكابوتين، أمين زكار يحاول، أمين راح يصوب يغير راية. دفاع قوي من المنتخب المصري. باقي دقيقتين وعشر ثواني على نهاية هذا الشوط الأول. التعادل ما زال 11-11. فرانكيز، كابوتي، كابوتي يغير راية. فرانكيز صافرة، خطأ تكتيكي من دفاع المنتخب المصري. إيقاف للوقت ومسح لأرضية الملعب لسلامة اللاعبين. قلت منتخبنا راح يلعب ايضا مباراة اخرى مع المنتخب المصري يوم الخميس القادم، وايضا هناك مباراتين تجريبيتين مع المنتخب العراقي في اول الشهر القادم في يناير. كمال لكابوتي، كرة تعود لمنتخبنا القطري عند رافاييل. رافا رافا لكمال ملاش، خداع والتصدي من كريم هنداوي. سريعة تعود للمنتخب المصري عند الدرع. الدرع راح يبحث عن خيري ويسجل بالعافية. خيري، أحمد خيري نجم المنتخب المصري. أحمد خيري لاعب خطير ومراوغ، يمتاز بالاختراقات والتحرك بدون كرة، يسجل أول أهدافه. أحمد خيري نجم نادي دينامو بوخارست الروماني، ويتقدم المنتخب المصري. باقي دقيقة، محاولات أحمد مددي، كابوتي وهنداوي، هنداوي هنداوي. مباراة الشوط الأول للحراس سواء رشيد يوسف أو كريم هنداوي. أحمد الأحمر، محاولة للدرع لأحمد خيري على الجهة اليسرى. الدرع في المنتصف يحاول، ورمية 7 أمتار، وفي عقوبة إيقاف دقيقتين. تدخل على اليد المصوبة كانت من ياسين سامي أو من وجدي سنان. شوف الشد من الخلف أثناء التصويب لثاني مرة، وجدي سنان يخرج الإيقاف لمدة دقيقتين.
رمية 7 امتار ثالثة للمنتخب المصري. أحمد الأحمر، أحمد رشيد وأحمد الأحمر، ثلاث أهداف لأحمد الأحمر من رميات 7 امتار، والهدف الخامس الشخصي لنجم المنتخب المصري صاحب 37 عام. على جانب من الجماهير المتواجدة المصرية في صالة التحيل، كرة تعود لمنتخبنا وفرصة لتسجيل آخر أهداف هذا الشوط ربما لمنتخبنا. ملاش لأمين زكار، أمين، كرة لعلاء الدين بن راشد لأمين زكار مرة أخرى، أمين، تصويبه واستعجال من أمين زكار، متابعة ممتازة 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 من المتابعة الرائعة اللي كانت من علاء بن راشد لياسين سامي، أو هذا مروان ساسي اللي مررها لياسين سامي اللي يسجل الهدف رقم 12 لمنتخبنا في هذه الكرة الجميلة التي صوبت من رمية 7 امتار تقريبا. إذا شوط أول ينتهي بتقدم المنتخب المصري 13-12. لا تذهبوا بعيدا، نعود للاستديو التحليلي لزميلي مشعل شاكر وضيوف الكرام، بعدها أعود لتكملة الشوط الثاني. يعني في لاعبين مثلا على سبيل المثال فاروق لاعب الأهلي لاعب أشول، أنت ممكن تحضر، أنت اليوم ما عندك لاعب أشول بشكل صريح، خليه يحتاج على الأقل يحتاج يكون على الأقل مع التشكيلة، نعم ينضج ويشارك في المباراة الودية تعطي تعطي خبرات اكثر للاعب. فانا اعتقد ان الفريق يحتاج في الفتره القادمه الى تطعيم بعض اللاعبين الشباب. فاليريو اليوم يواجه تلميذه غارسيا، صحيح، الاستاذ والتلميذ، صحيح الاستاذ والتلميذ، بدأ بطل افريقيا وبطل اسيا اليوم فيها اشياء كثيره، بشكل التلميذ فايز الى الان، صحيح التلميذ فايز على الاستاذ. نعم طبعا امكانيات نجوم كل المنتخبين يملكون تقريبا نفس الامكانيات، نفس الخبرة، نفس المراكز، يعتبرون نفس التصنيف. إذن الشوط الثاني سينطلق بين الشقيقين، منتخبنا العنابي والمنتخب المصري. تفضل يا علي اليزيدي لك التعليق. عودة مجددا أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان مع الشوط الثاني من لقاء منتخبنا القطري مع المنتخب المصري الشقيق في هذا اللقاء الودي التجريبي الأول ضمن استعدادات كلا المنتخبين، سواء منتخبنا لبطولة آسيا أو المنتخب المصري لبطولة أفريقيا. كرة أولى ومحاولة كانت لمنتخبنا وضياع، وكرة أيضا تضيع كرة أخرى على المنتخب المصري في بداية هذا الشوط الثاني. نذكر بمن التحق في هذه اللحظات بأن الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب المصري 13-12. برز حقيقة في الشوط الأول من المنتخبين حارس مرمى منتخبنا رشيد يوسف أو الحارس المصري العملاق كريم هنداوي كاتونغا. كرة وتشكيلة مغايرة لمنتخبنا نوعا ما بدخول ألدر على الظهير الأيمن لمنتخبنا، وحاول فرانكيز تمريرة ليوسف بن علي، ولكن دفاع من المنتخب المصري. إبراهيم المصري أحد أفضل المدافعين على مستوى العالم، شاهدناه مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو. كرة تضيع بخطأ شخصي على رافائيل، سريعة تعود المنتخب المصري وكاستيلو، كاستيلو عمر خالد يسجل هدف آخر للمنتخب المصري وهدف ثاني لكاستيلو. هذا عمر خالد نجم الأهلي المصري اللي واضح على الشاشة، يسجل الهدف 14 لمنتخب مصر. دخول محمود زكي نجم نادي الغرافة، ألدر يحاول كابوتي لألدر يبحث عن هدف التقليص منتخب رافا في خطأ
وشد من الخلف لإبراهيم المصري. شاهد نعم شد من الخلف واضح على إبراهيم المصري. سحب من الخلف وعقوبة الإيقاف دقيقتين على إبراهيم المصري. نهتم النادي الأهلي إبراهيم المصري اللي واضح على الشاشة. 32 عام لإبراهيم المصري، متر و92 من مواليد 1989 إبراهيم المصري. محاولة يوسف بن علي، أوه 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 يا بن علي، يوسف بن علي كرة سهلة تضيع بتصدي من كريم هنداوي. صحوة من الحارس كريم هنداوي وكرة غريبة يصوبها يوسف بن علي بنوع من الثقة الزائدة كانت من يوسف بن علي لاعب النادي العربي والذي خاض فترة احتراف قصيرة مع نادي برشلونة قبل أسابيع ماضية. إيقاف لمدة دقيقتين على أمين زكار بعد هذا التدخل القوي على يحيى الدرع لاعب نادي الزمالك. والمنتقل في الموسم القادم لنادي فيس بريم المجري يحيى الدرع. يحيى الدرع شقيقة الآخر سيف الدرع. يحيى الدرع لاعب نادي الزمالك 26 عام، حصل على أفضل لاعب في بطولة أفريقيا في تونس بطولة أفريقيا الماضية. علي زين كرة للمنتخب المصري ويستغل النقص العددي عن طريق اللاعب أحمد خيري لاعب دينامو بوخارست الروماني، يسجل الهدف رقم 15 للمنتخب المصري. عود الكرة فرانكيز مرمى خالي، زول لاعب بدلا من حارس مروان ساسي والتصدي ايضا من كريم هنداوي. هاتونغا الاخطبوط كما لقب من الزميل العزيز والمعلق القدير خالد خيري. هاتونغا او الاخطبوط 33 عام لهذا الحارس المصري، خاض فترة احتراف مع نادي بليستر المقدوني. محاولات مصرية لعلي زين يبحث عن هدف آخر المنتخب المصري. إيقاف للوقت، هنا روبرتو غارسيا مدرب المنتخب المصري. محاولات مصرية وهدف يأتي عن طريق الدرع يحيى الدرع نجم نادي الزمالك المصري، يسجل أول أهدافه في اللقاء. شاهد هذا الاختراق الجميل من يحيى الدرع بمجهود فردي ويزداد الفارق لأربع أهداف. يجب طلب وقت مستقطع يا عزيزي فاليريو. نعم 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 يطلب وقت مستقطع كما توقعت للمدرب الأسباني فاليريو ريفيرا بعد هذا النزول المفاجئ في بداية الشوط الثاني بالمستوى وبقائه على 12 هدف كما أنهاهم في الشوط الأول، بينما المنتخب المصري سجل 3 أهداف على التوالي في 4 دقائق تقريبا.
إذن ينتهي الوقت المستقطع الثاني لمنتخبنا العنابي بعد طلب من المدرب الأسباني فاليريو ريفيرا. محاولات عنابية عند ألتر كابوتي لمحمود زكي على الجهة اليسرى، يحاول محمود يبحث عن هدف التقليص منتخبنا. نزول الحارس رشيد يوسف بعد استنفاذ الإيقاف لمدة دقيقتين. إذن منتخبنا يكتمل الصفوف، أيضا في الجانب المقابل المنتخب المصري مكتمل الصفوف. محاولة على الجهة اليسرى، محمود زكي يحاول الاختراق، كابوتي برافو برافو رافاييل كابوتي، ثلاث أهداف لرافاييل، خداع جميل وسحب للاعبين من محمود زكي والتحرك بدون كرة، وهدف ثالث يسجل على طريق رافاييل كابوتي. يقلص الفارق منتخبنا في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الثاني. نذكر بأن الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب المصري 13 مقابل 12. علي زين محاولة مصرية عند يحيى، علي زين يحاول علي لكن لامست الدفاع، تطلع رمية جانبية لمصلحة المنتخب المصري، تنفذ عن طريق سيف الدرع ليحيى علي زين، سيف ينزل كدائرة ثانية، يحيى الدرع ليحيى يايا يايا يحيى، مقطوعة من المنتخب المصري تعود لمصلحة منتخبنا القطري عن طريق أمين زكار، يبدأ ينظم هجمته. هناك تغيير في الدفاع والهجوم بخروج أمين زكار في الهجوم ونزول ألدر على مستوى الهجوم. علاء بن راشد يلعب كجناح أيمن بينما كابوتي كصانع العاب. محمود زكي ألدر تمريرة لعلاء بن راشد والتصدي من هنداوي، كريم هنداوي يتصدى أيضا لعلاء بن راشد، والرد والعقاب يأتي من اللاعب المصري عمر خالد كاستيلو. شوف الكرة السهلة التي أضعها علاء بن راشد وسريعة مرتدة للمنتخب المصري، يسجل عن طريق كاستيلو الهدف الثالث. إذن تألق كبير من الحارس كريم هنداوي. محاولة لمنتخبنا، محمود زكي، دفاع قوي من المنتخب المصري. في استعجال في انهاء الهجمة من لاعبي منتخبنا، ايضا استعجال في التصويب من كريم هنداوي، يعني في التصويب على كريم هنداوي. كريم هنداوي عنده ردة فعل سريعة، من الحراس اللي يمتازون بردة فعل سريعة والتوافق الحركي العضلي لهذا الحارس كريم هنداوي. بالتالي الأفضل أن تنتظر في التصويب، يعني ما تستعجل عليه بالشوت مثل ما نقول، انتظره شوي ثواني أو موهلة. لكن خبرة ميدانية كبيرة لهذا الحارس المصري كريم هنداوي، صاحب 33 عام، 6 بطولات عالم شارك من خلالها كريم هنداوي. تصويبة، شوف الاستعجال من ألدر، ألدر صوبها بشكل غريب بالثبات. تعود الكرة للمنتخب المصري، الدرع ليحيى لعلي زين، مرة أخرى لسيف الدرع، يغير راية المنتخب المصري، حاول أن يلعب بكرات عن طريق الجناح. نزول لمحمد ممدوح هاشم وعلي زين يأتي كصانع العاب، كرة عند يحيى خالد، يحيى لاعب نادي فيس بريم المجري، يحيى وغياب لدودو، أيضا حسن قداح ومحمد سند في تشكيلة المنتخب المصري. كرة قوية من كابوتي ومتابعة ممتازة على مرحلتين لرافاييل كابوتي، يسجل منها رابع أهداف الشخصية كابوتي، برافو رافاييل كابوتي. شوف هذه الكرة اللي صوبها ارتدت من القائم، ومتابعة ممتازة كانت من رافاييل كابوتي، يسجل الهدف الرابع عشر في الدقيقة العاشرة. 17 للمنتخب المصري،
14 لمنتخبنا القطري في 10 دقائق لعب حتى الآن من زمن الشوط الثاني. علي زين يحاول للمنتخب المصري، دفاع من ياسين سامي اللي واضح على الشاشة، ياسين نجم نادي الوكرة القطري ياسين سامي. لاعب نادي الوكر القطري يحيى الدرع، يحيى إلى يحيى خالد، علي زين، علي ليحيى خالد، يحاول يمر للاعب الدائرة برافو أحمد مددي، قطعها بشكل ممتاز من هجوم المنتخب المصري، تعود فرانكيز لياسين وكريم هنداوي. أوه يا هنداوي، كريم هنداوي ممتاز فدائي جميل هذا الحارس المصري كريم هنداوي. شوف التصدي، شوف التمركز، شوف الخبرة، أجبر ياسين سامي أن يلعبها بهذا الشكل بالميلان في زاوية أغلقها بكل ذكاء للحارس كريم هنداوي. علي زين دخول خاطئ على علي زين، صافرة من الدولي خالد الهيل، عود سريعا لمنتخبنا العنابي فرانكيز، علاء بن راشد، كابوتي تصويبة وسهلة يا كابوتي، سريعة لهنداوي مرتدة للمنتخب المصري ويحيى. أو هذا الدرع، سيف الدرع، شوف التصويبة السهلة بحائط، بلوك جميل من هشام والمصري، والانفراد يأتي لسيف الدرع لاعب نادي الزمالك اللي سجل ثالث أهدافه الشخصية ويعود الفارق لأربع أهداف للمنتخب المصري مرة أخرى. 18-14 في استعجال في إنهاء الهجمات من جانب منتخبنا العنابي. محمود زكي دفاع قوي ومتماسك من الدفاع المنتخب المصري. محمود زكي، هذا روبرتو غارسيا مدرب اسباني، قيادة المنتخب المصري ايضا في المقابل مدرسة اسبانية لهذا المدرب العجوز فاليريو، مدرب عملاق صاحب انجازات كبيرة وعديدة وعلى مستوى الاندية عندما كان يدرب في اسبانيا او على مستوى منتخبنا. ابرز انجاز لمنتخبنا القطري وأبرز إنجاز عربي على مستوى كرة اليد في حصولنا على ثاني العالم في بطولة 2015 لما قيمت بطولة العالم في قطر، استطاع من خلالها منتخبنا أن يحصل على المركز الثاني وخسارتنا أمام فرنسا. أيضا هناك أربع بطولات آسيوية على التوالي أحرزها في النسخ الأربع الأخيرة أعوام 2014 2016 2018 و2020 ويذهب منتخبنا في رحلة الدفاع عن لقب في البطولة الماضية التي أقيمت في دولة الكويت عندما فاز على المنتخب الكوري بنتيجة 33-21. مهمة صعبة لمنتخبنا الوطني والمباريات التجريبية للوصول لأقصى جاهزية ممكنة قبل خوض غمار منافسات البطولة الآسيوية. منتخبنا وقع في مجموعة ثالثة إلى جانب منتخبات الإمارات العراق وعمان. هدف مصري آخر يأتي عن طريق أحمد الأحمر صاحب الست أهداف لمنتخب مصر حتى الآن، والنتيجة 19-14. أربع أهداف لأحمد الأحمر من رميات السبع أمتار ناجحة. كرة لآلدر، هذا علي زين واضح على الشاشة، علي زين نجم نادي برشلونة الأسباني أفضل ظهير أيسر في بطولة أفريقيا الأخيرة بتونس، مقطوعة من المنتخب المصري، ضربك في منتصف الملعب، تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب المصري.
يبدأ ينظم هجمته المنتخب المصري. نقترب من منتصف الشوط الثاني. الآن أداء غير مقنع لمنتخبنا حتى هذه الدقائق. مقابل المنتخب المصري أكثر تركيز، أكثر إصرار على الفوز في هذا اللقاء الأول التجريبي، انتظار اللقاء التجريبي الآخر يوم الخميس القادم. أذكر بأن منتخبنا العنابي لديه مباراتين قادمتين في يناير القادم أمام المنتخب العراقي، بينما المنتخب المصري سيشارك في بطولة الدوري الذهبي الودية التي ستقام في فرنسا أيضا في بداية يناير القادم، يلعب مع الدنمارك وفرنسا. محاولات فرانكيز لياسين ممتازة، ولكن يدخل من إبراهيم المصري والإيقاف لمدة دقيقتين. إبراهيم المصري يخرج للإيقاف لثاني مرة. شوف تدخل من داخل المنطقة. نعم ضربة يا إبراهيم المصري. شوف الضربة على مستوى الخصر أثرت بكل تأكيد على تصويبة ياسين سامي في اللقطة الماضية. نزول للحارس البديل عبد الرحمن، يسجل منها ألدر. ألدر يسجل من رمية 7 أمتار لمنتخبنا، ثالثة ناجحة لألدر وأربع أهداف لألدر. قلص الفارق، نقص عددي وخروج لحارس مرمى المنتخب المصري. إذا زيادة عددية بدخول لاعب والمرمى خالي من الحراسة بالنسبة للمنتخب المصري. الدرع سيف ليحيى خالد، يحاول علي زين ليحيى الدرع. خداع جميل، تمرير مرة أخرى كاستيلو، علي زين يصوب قوية 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 من علي زين. كرة ممتازة رائعة من الدولي المصري علي زين، يضعها في زاوية صعبة على رشيد يوسف، يسجل من خلالها هذا الهدف. هل يحتسب أم طلب الوقت المستقطع يلغي هذا الهدف؟ نعم يلغى هذا الهدف الجميل اللي صوب لعلي زين بطلب من مدرب المنتخب المصري الذي حرم المنتخب المصري من هذا الهدف الجميل اللي سجله علي زين. وقت مستقطع لمصلحة المنتخب المصري في الدقيقة 16 من زمن الشوط الثاني، والنتيجة ما زالت تقدم للمنتخب المصري 19 مقابل 15 لمنتخبنا القطري. ينتهي إذن الوقت المستقطع للمنتخب المصري والنتيجة 19-15 كرة لمصلحة علي زين من المنتخب المصري. يا خالد يحاول الدرع، علي زين على الجهة اليسرى، دفاع متقدم قوي من ياسين سامي ليحيى خالد وتصويبة وإيقاف للوقت، خطأ لمصلحة المنتخب المصري. شوف التمريرة، ضربة كانت من رافائيل كابوتي واضحة فيها رمية 7 أمتار من المفترض. نعم لكن تشاور الحكمين خالد الشيب وخالد الهيل، ننتظر القرار، سيتم اللجوء لتقنية الفار التي
طبقت هنا في الدوري القطري لأول مرة في الدوريات العربية على مستوى كرة اليد، بالرجوع لشاشة اللقاء أو الشاشة المتواجدة في صالة الاتحاد القطري لكرة اليد بهذه التقنية الجميلة التي استفاد منها حقيقة الكل وأعطت الكل حقه، سواء من الأندية أو الرجوع للقرار الحكم عند الاختلاف أو عند عدم رؤية أي قرار قد يختلف عليه الحكمين. عموما راح ننتظر قرار الحكم خالد الهيل وخالد الشيب في اللقطة الماضية وما هي العقوبة أو القرار الذي سيتخذ في الكرة. نعم كما توقعت عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين ورمية 7 أمتار كانت واضحة في الإعادة من شاشة اللقاء أو من التقنية المتواجدة في صالة الاتحاد القطري لكرة اليد التي اعتمدها الاتحاد القطري لكرة اليد كأول اتحاد عربي يطبق هذا أو هذه التقنية في كرة اليد. أحمد الأحمر يسجل هدف على مرمى منتخبنا بنزول أحمد مجدي حارس نادي العربي البديل الذي ينزل بدلا من رشيد يوسف. أحمد الأحمر يسجل 7 أهداف، الهدف 20 لمنتخب مصر والإيقاف لكلا المنتخبين. هناك إيقاف لمدة دقيقتين. أمين زكار يسجل هدف شخصي من اختراق على منطقة الستة أمتار، هذه الثغرة الكبيرة في دفاعات المنتخب المصري. أمين زكار نجم نادي الريان القطري قلص الفارق إلى 4 أهداف. تعود الكرة لمصلحة المنتخب المصري. يحيى لأحمد عادل. لعيب 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 أحمد عادل. هذا أحمد عادل لاعب النادي الأهلي الذي شاهدناه في أولمبياد طوكيو، بدأ بداياته مع نادي الترسانة المصري ثم انتقل للأهلي وكانت أول مشاركة دولية له مع مصر في أولمبياد طوكيو. قدم مستوى رائع هذا اللاعب لاعب الدائرة أحمد عادل. كرة لمنتخبنا العنابي. آلدر آلدر يحاول من تسجيل هدف آخر لمنتخبنا. ملعوبة ياسين سامي. ياسي آلدر فرانكيز راح يصوب. نعم يصوب لكن شوف كاتونجا، شوف وين راح دارس فرانكيز، راح للزاوية قبل أن يصوب فرانكيز. كرة سريعة للمنتخب المصري ليحيى الدرع اللي يبدأ يهدي وينظم فريقه بخروج إبراهيم المصري. هنا فرانكيز شوف الارتقاء الجميل، شوف البلوك وين راح، خذ الزاوية اليسار وكاتونجا خذ الزاوية اليمين، إذا في اتفاق. هذا المفروض مثل هذه الكرات لحراس المرمى والدفاع المتفاهم. 3 لاعبين راحوا على الزاوية اليسرى وقالوا الكريم هنداوي أنت مهمتك الزاوية اليمنى اللي نجح من خلالها كريم هنداوي أن يتصدى لكرة فرانك. تضيع الكرة على المنتخب المصري وتعود سريعة لمنتخبنا القطري عند أمين زكار. كابوتي لفرانكيز، تغيير بخروج أمين زكار ونزول لألدر كجناح أيمن، بينما محمود زكي يلعب في الخط الخلفي الآن. غير فاليريو أكثر من تشكيلة، يبغي يجرب أكثر من تشكيلة. ألدر كابوتي لزكي، كابوتي راح يصوب. أوه كرة قوية لكن تخرج خارج المرمى. عبد الرحمن محمد ينزل بدلا من كريم هنداوي لحراسة المرمى. يا
يحيى الدرع. هنا ايضا تغيير ونزول للاعب بديل اللي هو عبد الرحمن فيصل احمد مددي في اربع خطوات على احمد مددي. اشاره من الحكم القاضي خالد الشيب، خطا كان على احمد مددي والرد السريع ليحيى الدرع للكره الماضيه. يحيى الدرع يسجل بمجهود فردي من اختراق الهدف رقم 22 16 في الدقيقه 20. زعلان فاليريو، غاضب زعلان فاليريو. محمود زكي، فاليريو يحاول او هذا كابوتي عفوا، رميه 7 امتار، تدخل من يحيى خالد. نعم دفاع من داخل المنطقه على كابوتي. الدر والحارس البديل عبد الرحمن محمد من مواليد 2000، هذا الحارس يلعب في النادي الاهلي من الحراس قائمة منتخب مصر والتجربة التجريبية بغياب الطيار الحارس العملاق لمنتخب مصر الغائب عن هذا التشكيل. ايضا هناك اكثر من لاعب يغيب عن تشكيلة منتخب مصر اللي شاهدنا في الاولمبيات الاخيرة. هنا هدف جميل ياتي لهذا اللاعب الذكي والرائع بتحركاته وتصويباته اللي هو عمر خالد كاستيلو نجم الاهلي المصري. لقاء جميل ويد مصوبة رائعة لهذا اللاعب عمر خالد. كرة عنابية ترجع عند كابوتي. فرانكيز يغير راية، حاول فرانكيز يدخل بالدقيقة 23 من زمن الشوط الثاني والتقدم لمنتخب مصر 23 17. محمود زكي يحاول الاختراق وبرافو برافو برافو، ممتازة الكرة والتصدي كان من عبد الرحمن محمد. ممتازة اللقطة الماضية. محاولة كانت جميلة من محمود زكي لكن تصدي رائع كان من الحارس البديل. الكرة الماضية من فرانكيز، كرة جميلة من فرانكيز، علوة كانت من فرانكيز للتصويبة الأخيرة ما توقعها الحارس عبد الرحمن محمد حارس مرمى المنتخب المصري. كرة ليحيى الدرع، ليحيى خالد، زول أيضا للاعب عبد الرحمن فيصل لاعب الاهلي المصري رقم 10. كرة جميلة يضعها يحيى، يحيى خالد نجم فيسبريم المجري. هذه التصويبة والمتابعة على مرحلتين من يحيى خالد، يضعها فوق الحارس احمد مجدي. تغيير نزول للمخضرم مددي، حمد مددي نجم العربي القطري ونجم منتخبنا السابق والحاضر. حمد مددي شارك مع منتخبنا عندما احرز المركز الثاني بطولة العالم عام 2015. حمد مددي
محمود زكي يحاول صافرة وخطأ مصلحة منتخبنا في الدقيقة 25. كرة لحمد فرانكيز قابل أصير مع فرانكيز محمود زكي أصويب ولكن تسرع من محمود زكي صوبها بالثبات يقطع وتصدي رائع كان من الحارس المصري عبد الرحمن محمد حارس مرمى المنتخب المصري البديل هنا نزول لعبد الرحمن فيصل عبد الرحمن فيصل يحاول يحيى الدرع سويبة قوية كانت من عبد الرحمن فيصل لكن خارج المرمى يحاول كابوتي وفرانكيز يغير رايه يلعبها لألدر ويحطها ويخادع فيها الحارس الزاوية الأولى زاوية الحارس التي دائما ما يسأل عنها حراس مرمى اليد هي مهمة الحارس إخلاق الزاوية الأولى عطيته الزاوية البعيدة وسجل منها هذا اجتهاد من اللاعب المصوب لكن من واجبات حراس مرمى كرة اليد إخلاق الزاوية الأولى عموما ألدر يسجل هدف التقليص والتقدم ما زال للمنتخب المصري عن طريق فيصل عبد الرحمن اوه عبد الرحمن فيصل فيصل يا فيصل عطله هدف جميل من خارج المنطقة سجل منها أول أهداف الشخصية عبد الرحمن فيصل والهدف رقم 25 للمنتخب المصري أربع دقائق متبقية على نهاية هذا اللقاء والأفضلية للمنتخب المصري نزول لي اللاعب محسن رمضان أيضا في تشكيلة المنتخب المصري وجدي ياسين عطلة هدف ياسين سامي سجل ثاني أهداف الشخصية والهدف 20 لمنتخبنا القطري مركز الدائرة بدأ المدرب روبرتو غارسيا المدرب الأسباني لمنتخب مصر بإنزال خط خلفي جديد لمنتخب مصر محسن رمضان وفيصل هذا محسن رمضان صوب الكرة الأخيرة عد لمصلحة منتخبنا على الجهة اليسرى وجدي كابوتي في المنتصف تصويبة وأيضا هدف رائع لكابوتي نجم منتخبنا أو الأبرز في هذا اللقاء بتسجيل خمس أهداف رافائيل كابوتي حيرة للمدرب فاليريو ريفيرا مدرب منتخبنا مهمة صعبة قادمة بكل تأكيد بطولة آسيا العشرين للمنتخبات التي ستقام في السعودية من خلال الفترة القادمة والوصول لأقصى جهازية ممكنة قبل خوض هذه المنافسات الآسيوية القادمة وقع منتخبنا في المجموعة الثالثة كما ذكرت جانب منتخبات الإمارات العراق وعمان سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي سيتم توزيع منتخبات ثمانية متأهلة إلى مجموعتين بواقع أربع منتخبات في كل مجموعة على أن يتأهل الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي وستكون هناك المنافسة شديدة نظرا لأن خمس منتخبات آسيوية ستشارك في بطولة العالم القادمة التي ستقام في بولندا السويد 2023 بعد حصول منتخبنا على ثامن العالم ومنح آسيا لمقعد خامس في بطولة العالم القادمة ألدر فرانكيز تصويبة قوية من فرانكيز يقلص بها الفارق لأربع أهداف يسجل الهدف 22 فرانكيز شوف سعلة كرة صعبة فوق دفاعات المنتخب المصري يسارية على الحارس المصري
ارجع الكرة ودقيقة متبقية على نهاية هذا اللقاء. كرة للمنتخب المصري عند أحمد خيري. دخول على أحمد عادل. نعم دخول خطأ مهاجم سريع لفرانكيز وجدي سنان. تمريرة لحمد مددي. حمد مددي أبو حمد سجل هدف شرفي. حمد مددي ثاني له في هذا اللقاء أو منذ نزوله في آخر 10 دقائق تقريبا. 3 أهداف الفارق. نصف دقيقة متبقية. كرة للمنتخب المصري عند 55. محسن رمضان لأحمد خيري. أحمد خيري اختراقات مميزة لهذا اللاعب أحمد خيري نجم نادي دينامو بوخارست الروماني. هدفين لأحمد خيري واستطاع أن يحصل على رمية 7 أمتار ربما هي الأخيرة في هذا اللقاء. نعم الأخيرة وقد يكون الهدف الأخير. ينتهي الوقت أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان والنتيجة 26-23 ولكن رمية 7 أمتار أخيرة يجب أن تنفذ لمصلحة المنتخب المصري. راح يصوبها محسن رمضان. هل يسجل منها الهدف 27؟ راح نشوف. محسن رمضان. محسن يصوب وتضيع إذن على المنتخب المصري فرصة تسجيل هدف رقم 27 للمنتخب المصري. ينتهي إذن اللقاء بتقدم المنتخب المصري 26 مقابل 23. مبروك للمنتخب.